هعمل لكم سلطه البطاطا والبقول. تعالوا نشوف مقاديرنا. اول حاجه عندي 200 جرام بطاطا انا سلقاها ومقطعاها مكعبات، عندي 100 جرام رز بني مسلوق، عندي 250 جرام طماطم متقطعه، 2 عود بصل اخضر، 200 جرام برطمانه لبينيو، نص حزمه كزبره خضراء، حبه بصل احمر، زيت زيتون، معلقه كمون حب، 400 جرام فاصوليا سودا، و2 قطعه جبنه قريش متفتته. طبق سهل وسريع وسلطه بجد طعمها حلو قوي. كل عايزين نعمله بس الاول ان احنا عايزين نجهز البينز او البقول بتاعتنا ونحمرها شويه على النار نديها طعم. فاحط شويه زيت زيتون، البطاطا انا سلقاها اوريدي ومقطعها مكعبات، هحط فيه معلقه كمون الحب، ده بيدي طعم حلو قوي قوي مع البقول، من اكتر الحاجات اللي طعمها بيبقى حلو الكمون. وطبعا انا مستعملاه حب عشان يتحمى شويه ويدي طعم احلى مع البهارات. هحط عليه البصل الاحمر الشرايح، قلبهم مع بعض، مش عايزه الكمون يتحرق. عايزه البصل بتاعنا يتحمر شويه ويبتدي يخش في السوا قبل ما ننزل عليه البقول بتاعتنا. هحط عليه شويه ملح وفلفل، ممكن ازود نقطه زيت زيتون كمان عشان كميه البصل كبيره. تقريبا نفس التقليه بتاعت البصل الكشري بس من غير ما هنوصله درجه التحمير بتاعت بصل الكشري طبعا، علشان احنا عايزينه يطرى ويدي طعم حلو مع البين. تعالوا على البصل يدبل شويه نجهز بقيه المقادير بتاعه السلطه. هجيب بقوله هنزل فيها الخضار بتاعي كله، بقى هنزل فيه الطماطم، الكزبره الخضراء، البصل الاخضر، والفلفل الحراق لابينيو، ممكن طبعا نستغنى عنه لو مش عايزين السلطه سبايسي. وهحط عليهم معلقة زيت زيتون، وطبعا ملح وفلفل، وهقلبهم. دي السلطة اللي هتبقى جنب البقول بتاعتنا والبطاطا. البصل بتاعي ابتدى يدبل وخد لون، هنزل دلوقتي عليه دي بتاعتي كلها. وهنزل عليهم شويه ميه سخنه صغيرين عشان انا عايزاه يبقى شويه ميدي صوص او كريمي. شويه ميه صغيرين، وهسيبهم يدبلوا مع بعض 3-4 دقايق كمان. خلينا نسيبهم 3-4 دقايق يتجانسوا مع بعض شويه والصوص يتقل ونجهز بقيه الطبق. هجيب طبق التقديم، هنزل اول حاجه الرز البني المسلوق، وبعدين هحط فوقيه البطاطا او جنبه البطاطا المسلوقه، هحط الجبنه الفاتة فوق البطاطا هتديها قوام كريمي حلو قوي مع الاكل.
هنزل دلوقتي السلطة اللي احنا عاملينها. هننزل جنبها الفاصوليا اللي احنا سويناها مع بعض. تعالوا بس نجيب حاجة نغرفها بيها. وبكده طبقنا التاني كمان يكون خلص.